السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربة السويل ميكانيك. اليوم راح نكمل إن شاء الله ما بدأنا به بالمحاضرة السابقة، ألا وهو نأخذ examples وأمثلة عن كيفية تصنيف التربة ضمن تصنيف Unified Classification System اللي هو نظام التصنيف الموحد واللي إحنا تناولناه. Number one، شوف classify the following soil into the محدد لك الطريقة Unified System أو Unified Classification System، منطيك سيف المناخل، هذه المناخل اللي استخدمت لعملية التحليل Specific Analysis، وهي الديميتر لكل منخل اللي هو 3x8 هذا والسبعة وال25 52 المنخل رقم 100 ومنخل رقم 200 وهي الديميتر بالملم. نجي أنواع الترب، نسبة العابر لكل نوع من التربة إلى اسمين، أما يسموه كبيرسنت الباسنك أو بيرسنت الفاينر. نجي على سويل أي، هذه هي مواصفاتها لكل تربة، منطيك بالأسفل قيمة الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت إلها، ليكويد ليميت وبلاستيك ليميت، حدود الليدونة وحدود السيولة. نجي هنا إلى سويل أي، قلنا إحنا حتى نصنف التربة أول علامة نروح لها هو منخل رقم 200. هسه إحنا لحد الآن نشتغل وين؟ على تربة أي، سويل أي، كل تربة تأخذ تصنفها على جهة على منخل رقم 200، نشوف نسبة العابر من عنده أكبر من 50% لو أقل من 50% حتى نحدد هذه التربة بصورة عامة، هل هي تربة ناعمة الحبيبات fine grain soil، لو تربة خشنة الحبيبات coarse grain soil. هسا نجي على منخل رقم 200، نسبة العابر من عنده صفر، فإذا شبيها أقل من 50%، الأقل من 50% شنو تتصنف؟ تصنف تربة خشنة الحبيبات هالشكل تعرفهن بالتفصيل، يعني هاي الأمور لازم تعرفها بالتفصيل، ما تدخل وياك لا قانون ولا شيء، أنت كون تعرفها. شوف لاحظ هسه احنا السؤال قبل ما نروح، لأن أنت لازم هاي الكريتيريا تعرفها مثل ما تقول تسلسلية بدماغك البروسيجر. سو هسه أول شيء حددنا أنه التربة خشنة، هسه ما حددنا التربة خشنة، إذا معناها شنو الخشنة؟ معناها تحتوي على جرافل وتحتوي على ساند. هسه نجي شلون نحدد نسبة الجرافل ونسبة الساند؟ نسبة الجرافل شو يكون عندنا قوانين ذن لازم تكتبهن اثنين، نسبة الجرافل ونسبة الساند. هسه أول شيء لاحظ الباسنك صفر أقل من 50%، إذا السويل إز كورسز، إذا تصنف أما جرافل أو ساند. هسه نروح على الخطوة الثانية، شو نشيك؟ نشيك منخل رقم 7 ومنخل رقم 200، نحسب نسبة الجرافل ونسبة الساند، هاي كون تعرف الخطوات. الجرافل 100 ناقص نسبة العابر من منخل رقم 7، ف100 ناقص 30 70، تمام. نسبة الساند هو نسبة العابر من منخل رقم 7 ناقص نسبة العابر من منخل رقم 200، فهنا الجرافل 70 والساند 30، يا هي اللي سبته اكثر 70 الجرافل، فاذا التربة شنو تتصنف؟ حصوية لو رملية؟ تتصنف حصوية، يعني تحسب انت نسبة الرمل ونسبة الساند وتشوف يا هي النسبة الاعلى تعتبر هي النسبة المسيطرة وتسمي التربة بها. اذا هسه نوع التربة شنو صنفنا هنا؟ The soil is gravel، وتعطيني الرمز مالته او رمز التصنيف اللي نوهت لكم عليه بالمحاضرة السابقة، لازم تعرفون هاي التصنيفات والرموز جيدا. بعد ذلك ننتقل الى الخطوه، هسه نجي نشيك، نرجع على منخل رقم 200، نشيك على الحالات الثلاثه، هل نسبه العابر من عنده اقل من 5%، لو اكثر من 12%، لو من 5 الى 12، بين الحالات الثلاثه اللي كيس 1 كيس 2 كيس 3، هذن الحالات الثلاثه اذكركم بهن، هذن كيس 1 كيس 2 كيس 3 او سميناها كيس A كيس B كيس C، هذن الحالات الثلاثه. هاي نجري التربة سواء حصى أو ساند، نصنفها على الحالات مالتها، يا كيس كيس 1 كيس 2 كيس B كيس C. الكيس A قلنا لازم العابر من منخل رقم 200 أقل من 5%، العابر من منخل رقم 200 من 5 إلى 12 كيس C، أكثر من 12% كيس B، وكل كيس لازم أنت تعرف حالاتها. أنا ما أحب أقول كلمة حافظهن، وإنما تعرف البروسيجر بدماغك شنو تسوي الخطوات. هسه نروح نحسب نسبة العابر، هنا تلقائيا نرجع للسؤال، العابر من منخل رقم 200 ايش قد؟ صفر، اذا اقل من 5%، اقل من 5% يعني تصنف ضمن يا صنف ضمن كيس اي، كيس اي شو يقول؟ لازم انا احسب التربه، احسب السي يو والسي سب سي، معامل الانتظام ومعامل التقوس، الكوفيشنت اوف يونيفورميتي والكوفيشنت اوف كيرفشر، تمام عيني؟ اروح احسبهن، القوانين مالتهم خاصه جاهزه، شو تقول القوانين؟ تقول للسي يو دي 60 على دي 10، دي 60 شنو؟ يعني الدياميتر للنسبة العابرة ك 60% على الدياميتر للنسبة العابرة 10%. أرجع لسويل أي،
وين العابر 60%؟ هذا ايش قد يقابله دياميتر 9.5. وين العابر 10%؟ هذا نسبتها لان هو جدا نقول العابر فاينر بالمية او الباسنج بالمية. ايش قد عابر 10% هنا؟ ايش قد يقابل دياميتر بالنسبه لسوي الاي 0.599؟ فاروح اقسم هاي 9.5 على 0.599. هاي لاحظ هنا 5.9 او 9.5 على 0.599 تحسب السيو، وكذلك السي سب سي. ايش قد نسبه العابر 30% يا دياميتر يقابل تربيع على نفس ذن القيم اللي طلعناها هنا؟ نحسب السي سب سي. بما ان التربه حصويه لازم قيمه السي سي يو ايش يكون؟ اكبر من 4، والسي سب سي ثابت للاثنين، اكبر من 1 اصغر من 3. اذا هسه السي يو ايش قد طلع؟ 18، اكبر من 4. اوكي تحقق اول شرط، اجي على الشرط الثاني السي سب سي ايش قد نسبه السي سب سي؟ 1.2، اكبر من 1 واقل من 3. اذا اوكي لازم الشرطين يتحققن، يلا تقول عليها ويل جريدد. لو شرط واحد من هاي الشروط ما متحقق تقول عليها ورل جريدد، يعني تربه حصويه سيئه التدرج. اذا هسه راح تصير هاي جيده التدرج لان الشرطين تحققوا، فش نسميها جي دبليو. هاي خلصت تسميه تصنيف اي، خلصت سويل اي. هسه نرجع على سويل بي، نرجع على السؤال على سويل بي. هذا سويل بي، سويل بي ايضا نرجع على نفس الخطوات نعيدها. المدخل رقم 200 ايش قد العابر من عنده؟ 10%. اذا ايش بقى؟ بقى اقل من 50%. اذا التربه ايش تصنف؟ خشنه الحبيبات. هسه صنفناها خشنه الحبيبات، اروح احسب نسبه الجرافل واحسب نسبه الساند. نسبه الجرافل ايش يكون؟ يكون 100 ناقص العابر من المدخل رقم 7. اذا 100 ناقص 98 يبقى 2%. نجي نسبة الساند شو تساوي لي؟ تساوي للعابر من منخل رقم 7 ناقص العابر من منخل رقم 200. 98 ناقص 10 ايش قد يطلع؟ 88. اذا هاي نسبة ال نرجع على سويل بي. هاي اذا نسبة هذا 98%، السي الجي الجرافل 2%، والساند 88 ها اعلى نسبته الساند. اذا التربة شو تسمى هنا؟ تربة رملية ساند، اذا هي تتصنف كساند او رمزها اس. هسه نجي نرجع على منخل رقم 200 نشيك نشوف التربه ايش قد نسبه العابر من منخل رقم 200؟ اصغر من 5، اكبر من 12%، لو من 5 الى 12. ارجع للسؤال ايش قد عابر من منخل رقم 200؟ 10. اذا تصنف ضمن يا صنف؟ ضمن الصنف السي اللي هو شنو هو؟ من 5 الى 12. 5 الى 12 شنو هي خطواته؟ هاي خطواته احسب على جهه سي يو والسي سب سي، واحسب على جهه ثانيه مال البلاستيسيتي تشارت. ادخل للتشارت السي يو نسبه العابر يعني دي 60 على دي 10، بس 100 على تربه سويل بي، وكذلك السي سب سي. ارجع للسؤال هسه دي 60 على دي 10، وين هاي تربه بي؟ هاي تربه بي. وين الدي 60؟ هاي النسبه العابره من بي ك 60. شو تقابل لدياميتر؟ 0.599. والدي 10 هاي العشرة ايش قد تقابل دياميتر؟ 0.076. وال30 هاي ال30 نحتاجها بالسي سب سي، ايش قد تقابل دياميتر؟ هاي القيم تاخذ هذا وهذا وهذا، تمام، وترتبهم على حسب كل من قوانينه. تحسب السي يو والسي سب سي. نجي هسه حسبنا السي يو، لازم احنا عندنا بالرمل نسبة السي يو اكبر من 6 مو اكبر من 4 مثل الجرافل، والسي سب سيها تحققوا الشرطين. اذا ايش تصنف التربة؟ جيدة التدرج العفوي، فتسمى ويل جريد ساند سويل في اس دبليو. اول تصنيف اخذناه هاي التربة ايش راح تصنف؟ تصنف صنفين مو صنف واحد، لان بيها ما دام نسبتها من 5 الى 12 فتسمى اسمين. اجي على الاسم الثاني، هسه الاسم الاول سميته من الجزء الاول، اجي على الجزء الثاني ايش يحتاج؟ ادخل للبلاستيسيتي تشارت اللي هو مخطط اللدونه. ايش يتطلب مخطط اللدونه حتى ادخل له؟ يتطلب نسبه الليكويد ليمت والبلاستيك ليمت حتى احسب البلاستيسيتي اندكس. ارجع للسؤال السويل بي لكل تربه هو منطيني، شوف لاحظ بالسويل اي ما احتاجيناهن، مو شرط من ينطيك اياهن بكل تربه لازم تحتاجهن، لا تحتاجهن بس بالحالات اللي انت تكون قوانينك تنص عليهن. هسه الليكويد ليمت التربه بيش قد؟ 37، والبلاستيسيتي ليمت 30. اروح ارجع للسؤال احسب البلاستيسيتي اندكس. هاي حسبنا البلاستيسيتي اندكس او الليكويد ليمت عندي والبلاستيسيتي اندكس عندي، اروح ادخل للتشارت، تمام. هسه اسقط ايش قد نهايه؟ 37، والبلاستيسيتي اندكس ايش قد قيمته؟ 7. ارجع للتشارت 37 ب 7، ارجع للتشارت
هذا هو الشارت اللي اخذناه من المحاضره السابقه، وراح انزل لكم اياه كصوره حتى تدخلوا وياكم بالامتحان. هذا هو، لاحظ ايش قد نسبه البلاستي اندكس ظهرت لي 7 هنا، وايش قد الليكويد هذا قيمه الليكويد ليميت 37. اذا هنا انا قيمه هذا سقطت، فشنو تصنف ام ال؟ بس احنا قلنا لما التربه خشنه ما يهمني اللو والهاي، ما نضعهن اللو والهاي، بس بالتربة الناعمة إذا كانت التربة بالأصل من البداية ناعمة نضع اللو والهاي، هنا نضع بس أما كلي أو سلت. هسه شنو صنفت؟ سلت، فتسمى اس دبليو الاسم الأول والاسم الثاني اس ام. لاحظ هسه نرجع اس دبليو والصنف الثاني هذا هو اس دبليو والصنف الثاني بعد ما سقطنا اس ام، ما يهمني بالتربة الخشنة نوع الام شنو، وهل هاي أو لو. فاس دبليو اس ام هاي تسمت التربه الثانيه. ارجع اسال من للتربه الثالثه سويل سي، ايش قد نسبه العابر من المنخل رقم 200؟ 30. 30 اقل من 50% لو اعلى؟ اقل من 50%. اذا لا زالت التربه ايش تتصنف؟ تتصنف خشنه. اروح احسب نسبه الجرافل ونسبه الساند. نسبه الجرافل شلون احسبه؟ 100 ناقص العابر من المنخل رقم 7، 100 ناقص 69. والنسبة الساند شلون احسبه؟ العابر من المنخل رقم 7 ناقص العابر من المنخل رقم 200، هاي القانونين تكتبوهم. ف69 ناقص 30 تحسب الجرافل والساند وتشوف ياها نسبته اعلى وتسمي التربه على اساسه عصويه او رمليه. لاحظ هنا التربه هسه شنو هي؟ نسبة الجرافل هذا تلقائيا حسبنا الباسنج الجرافل ايش قد نسبته؟ 30. العفو هنا الجرافل نسبته 31 والساند 39، يا هالنسبته اعلى الساند. اذا التربه شنو اسمها؟ ساند، ونعطيها مثل كابيتال اس. هسه نشيك وراء، نرجع على المنخل رقم 200، العابر من عنده ايش قد؟ اقل من 5%، من 5 الى 12، لو اكثر من 12، اكثر من 12، لان 30 نسبته العابر. فاذا يا كيس كيس بي، كيس بي مباشره تروح على البلاستيسيتي شارت اللي هي مخطط اللي دونه. ندخل لمخطط اللي ايش نحتاج؟ للتربه ليكويد ليمت وبلاستيك ليمت. ليكويد ليمت تروح تجيبها من السؤال من الاسفل لسويل سي، هاي مباشره جبناها 45. والبلاستيك ليمت ايش قد قيمتها؟ موجوده 30. تروح تطلع البلاستيسيتي اندكس تعرف قانونها انت ايش تساوي لك. ليكويد ليمت ناقص بلاستيك ليمت تحسب قيمتها، تدخل للقيمه. هسه ايش قد قيمه البلاستيسيتي اندكس؟ 15. وايش قد الليكويد ليمت؟ 45. ايضا تقع ضمن السلط تمام، لانها تحت الخط بلو اي لاين فتسمى. فهنا لها التربه تصنيف واحد اسم واحد فقط، اللي لها اسمين هي اذا كانت واقعه ضمن صنف صنف سي، لكن هنا صنف واحد تسمى اس ام، يعني غرينيه رمليه او رمليه غرينيه تمام. هاي اسم التربه. التربه الاخيره اللي هي صنف سي العفو سويل دي، ايضا نسبه العابر من المنخل رقم 200 ايش قد كان؟ 56. 56 اكبر من 50 لو اقل؟ اكبر. اذا هاي هنا التربه ايش تصنف من البدايه؟ تصنف تربه ناعمه الحبيبات فاين جرين سويل. الفاين جرين سويل بكم نوع؟ بنوعين، اما كلي او سلت. هسه روح اتحقق حتى احسب كلي او سلت شو احتاج؟ احتاج اروح ادخل الى مخطط اللي دونه اللي هو البلاستيسيتي شارت. ايش تتطلب؟ يتطلب لازم اعرف الليكويد ليميت والبلاستيسيتي اندكس. الليكويد ليميت لهذه التربه سويل سي قد؟ 55. والبلاستيسيتي اندكس اروح احسبها، شلون احسبها؟ الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت حسبتها طلعت لنا 30. انتبه بالتربه ناعمه الحبيبات لازم احدد التربه سواء كانت طينيه او غرينيه، يعني سلت لو كلي، هل هي عاليه اللدونه لو قليله اللدونه؟ بس بالتربه الناعمه الحبيبات لازم نحدد هل هي هاي او لو. هاي شلون نحدده؟ على اساس الليكويد ليميت. قيمه الليكويد ليميت اذا اكبر من 50 تعتبر هاي، واذا اقل من 50 تعتبر لو. فهسه هنا مباشره من السؤال بما انه قيمه الليكويد ليميت 55 اذا هاي، اروح احسب تلقائيا الليكويد ليميت 55 اكبر من 50 اذا هاي التربه تمام. بعد ذلك ننتقل الى الخطوه الثانيه اللي هو اني احسب البلاستيسي اندكس واسقط لدي القيمتين. انتبه قيمه البلاستيسي اندكس ايش قد قيمته؟ قيمته 30. والليكويد ليميت ايش قد قيمته؟ 55. ارجع للبلاستيسي شارت اللي هو مخطط اللي دونه، بس اذا نرجع له بشكل بسيط حتى انه تعرف شلون تسقط عليه. ايش قد عندنا؟ 55. هاي قيمه ال 55 هنا، وايش قد قيمه هذا؟ 30. اذا وين وقعت؟ ضمن الكلي، ضمن فوق الخط.
فصير صير صير سي بس هاي ليش هاي اخذناها؟ لان نسبه الليكويد ليميت اعلى من 50. تمام، الصنف التربه هذا الصنف، هذا هو التصنيف اليونيفايد كلاسيفيكيشن سيستم اللي هو نظام التصنيف الموحد. موضوع جدا بسيط وسهل لكن يحتاج الى دراسه فعليه، ولازم انت تعرف الخطوات شلون انت تصنف بيهن وتمشي على اساس او البروسيجر المتبع، وتعرف شلون تسمي التربه. اذا عندكم سؤال او استفسار بهذا الموضوع تقدرون تراسلوني على القناه. ايضا تارك لكم سؤال ثاني نفس الخطوات، ايضا عندك هنا تربه سويل وهاي هي المناخل الموجوده، وكذلك هذا العائل اي وبي وسي، وهاي الديميتر تروح تلقائيا تحسب هذه النسب اللي يحتاجها او اللي تحتاجها انت بهذه الصيغه، وكذلك بعد ذلك هذا السؤال الكلاسيفيكيشن محلول بالكامل، واللي بعده هو عباره عن هوم وورك. هذا الهوم وورك مطلوب من عندكم كطلبه تحلوا لي، كل طالب يحله صنف صنفين او تربتين، كل تربه تصنف ليها على حده مع كتابه كافه التفاصيل. نلتقي بكم ان شاء الله بمحاضره اخرى، دمتم بامان الله.